مرحبا بكم. حاول نشرح فقط الدوال أو الانستركشن المهمة أو الأكثر استخداما. فأكو تايمر باسم الريتنتيف تايمر. هذا الريتنتيف تايمر طبعا هو اون ديلي تايمر، يعني ما يعطيك اوتبوت بعد ما ينتهي التايمينج مالته، يلا تعطيك الاوتبوت. فمثل هيجي تايمر ليس ريتنتيف لأنه تراكمي، لأنه الوقت مالته من تشيل الانبوت من عنده ما راح يرجع صفر، ما يترست، يترست شو وقت الا اسوي له ريسيت. فخل ناخذ مثال عليه حتى تشوف شلون يشتغل. هذا كانبوت الي وهذا هو الريتنتيف تايمر مالتي. زين، شوف لو تخلي عليه الماوس هنا قاعد يقول لك من تي 0 الى تي 64 1 ملي سكند، هنا عندك 10 ملي سكند، وعندك تي 5 الى تي 31 هذا 100 ملي سكند. زين، احنا خلينا نستخدم التي 5. اوكي، هذا الريتنتيف تايمر. زين، مدة فرضا نخليها 50، تصير 5 ثواني، 5000 ملي سكند، 5 ثواني، وهذا الانبوت. اوكي، فهذا التايمر من اشغله راح التايمينج مالته يبدي يعد، وحتى لو توخر الانبوت يحتفظ بالقيمة اللي وصل اليها، ومن يشغل الانبوت مرة ثانية يكمل. اوكي، لحد هنا نقدر نسوي له اوتبوت كأن يكون output contact، هنا نحط لنا coil، وهنا نختار ال reset. اوكي، شوف هنا هذا T5 هو اللي راح يشغل لي هذا الاوتبوت. زين، بينما هنا انا اريد ارسته، خلي اي 0.1. زين، الريسيت للتي 5 قيمته 1. جيد، هسه خلينا نسوي له كومبايل، ما عندنا اي ايرور، نروح نشوفه بالبرنامج سيموليتر. جيد، هسه داونلود. اوكي، واضح، سوي ران. زين، لو انطيته انبوت، شوف 10، لما ما افصل الانبوت احتفظ بقيمة 20. شوف انتبه هنا السيموليتر احتفظ بقيمة 20، ما رجع صفر، صار صفر مثل الـ on delay timer. هذا retentive timer، وشوف احتفظ بالقيمة اللي بعدها كأنما عمل مالته تراكمي. زين، بعدها صار عندك output، حتى لو تطفي يبقى الاوتبوت الا تسوي له resets. اوكي، فهذا هو كمثال على retentive timer، بسيط وممكن تستخدمه في دالة تحتاجها. أهم شيء أنت توفر عندك أدوات أو تتعلم أدوات أكثر حتى تكون برمجتك أسهل. شكرا لكم.